إن الذين يهاجمون حركة البناء الوطني اليوم ويسخرون من قياداتها ومن خطابها وتزعجهم صراحتنا وشجاعتنا في الاحتكاك المباشر مع المواطنين ونسمع منهم رغم النقائص والتهميش الذي يعانون منهم في بعض مناطق الظل إلا أنهم في النهاية يلتفون حول مرشحنا ويغلبون العقل والمصلحة الوطنية العليا ويقتنعون بالنقاشات المستمرة. إن الذين يسخرون من حركة البناء الوطني ومن قيادتها إنهم يحاولون أن ينتقموا منا لأننا تخلينا عن حزبيتنا وعن أنانيتنا حين كنا أول حزب يعلن عن ترشيحه للمواطن عبد المجيد تبون دون عقد صفقات معه، رغم كنا بالأمس القريب من أقوى المنافسين له في رئاسيات 2019. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.